كما ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار. دكتور عصام، بعد التحية، مخرجات الحوار الوطني. الرئيس السيسي أكد على أن الحوار بيعيد تشكيل وصياغة الرأي العام من جديد في مصر، وأيضا منذ أن بدأ الحوار الوطني في إبريل الماضي وهناك توصيات تخرج كل يوم وهناك أيضا إيجابيات تحققت على أرض الواقع. كيف قرأت تصريح السيد الرئيس على هامش توصيات المؤتمر الاقتصادي، وما الذي تحقق حتى الآن من توصيات ومخرجات للحوار الوطني؟ اهلا وسهلا بك استاذ مصطفى وبالساده المشاهدين. الحقيقه انا بتابع يعني انا بعتبر كلمه فخامه الرئيس النهارده من اقوى واكثر الكلمات ذكرت من السيد الرئيس واكثرها وضوحا وشفافيه ومحاسبه في الفتره السابقه. يعني انا بقول انها بترتقي، يعني مش كلمة فقط ممكن أن نعتبرها بيان أو خطاب إلى الأم، لما فيه من مكاشفة، لما فيه من وضوح، بان في كلمة فخامة الرئيس كيف يفكر فخامة الرئيس، كيف يعالج المشكلات وطريقة اتخاذ القرار، وكان فيها إيضاح شديد جدا لكلمة التي ذكرت في كلمة فخامة الرئيس في اليوم الأول، هنا قال فلسفة المسؤولية وفلسفة الحكم. اتخاذ القرار ازاي انه بيبقى فيه شمولية القرار، مراعاة البعد الزمني والتاريخي، ومراجعة في نفس الموضوع نفس المشكلة في الماضي كيف تم الإجراءات اللي اتخذت وكيف عجزت عن انها تحل المشاكل دي، والحلول الجديدة والمبتكرة للتغلب على النقص الإمكانيات، ده وضع حلول للتحديات في يعني بما معناه التفكير خارج الصندوق. احنا بنسمعه كتير من المنظرين، لكن الحديث في هذه المره مختلف عن المرات السابقه. دكتور عصام، كيف نفكر خارج الصندوق؟ نعم يا فندم. الحديث في هذه المره مختلف عن كافه الاحاديث التي جرت في الماضي من مصارحه ومكاشفه، يعني ترتقي الى حد يعني المصارحه والشفافيه المطلقه امام الشعب المصري. ده هذا صحيح. أنا بقى كمواطن مصري أستشف أن نحن في حالة معركة، بس معركة مع إيه؟ مش معركة مع عدو بشري قدامنا، نحن معركة للتغلب على التحديات عشان نوصل إلى مصر القادرة، مصر القوية، مصر اللي بنحلم بيها. فخامة الرئيس النهاردة كان يقصد دعوتنا زي ما دعانا قبل كده للتفويض لمكافحة الإرهاب، وزي ما دعينا للنزول يعني كشعب المصري للتمرد لنزول في 30/6، علينا الآن أن نحتشد جميعا خلف فكرة مصر القادرة التي وضعها فخامة الرئيس. أي شيء يا فندم عشان نحققه، النجاح عمره ما كان سهل، بيحتاج إلى تحديات، بيحتاج إلى تضحية عشان نوصل، مش لينا حتى، لأولادنا وللمستقبل اللي جاي. نعم. ده اللي أنا حسيته. يعني الآن نحن هي دعوة للمعركة ضد الفقر، ضد التحديات، العظام اللي نخرب في عظام الأمة منذ 50 و60 سنة فاتت. دي وجهة نظري في الجزء الثاني. دكتور عصام، يعني هل من الممكن القول بأن هناك ترابط وهناك علاقة وطيدة ما بين مخرجات الحوار الوطني وما بين مخرجات حوار مصر الاقتصادي 2022، وأن كل فئات المجتمع ممثلة في الحوار الاقتصادي وفي الحوار الوطني كل جنبا إلى جنب يعمل من أجل بناء الدولة المصرية وإعادة اللحمة سواء في الجانب الاقتصادي أو في الجوانب السياسية أو في كافة الجوانب؟ يعني ما القراءة الأولية والتحليلية لحضرتك لهذا الربط بين الأمرين؟ هقول لحضرتك حاجة من الدراسة، وده من طرح فخامة الرئيس للمشاكل الاقتصادية اللي موجودة وعجز من سبقه في العصور السابقة على التنفيذ، يوجد مشكلة عضال وهي الشخصية المصرية. عشان كده احنا حتى كحزب كنا دايما بنقول ايه، احنا عايزين اعادة بناء الشخصية المصرية من الناحية الفكرية والناحية الثقافية والناحية الدينية والناحية العلمية. انا عشان يبقى عندي اقتصاد قوي، والاقتصاد بيبني حضرتك بالمواطنين اللي موجودين، فلازم نعيد ثقافتنا من جديد، لازم نعيد طريقة تفكيرنا من جديد، ثقافة العمل، ثقافة التعليم، ثقافة التعايش مع الآخر.
فلا ما اقدرش افصل اطلاقا. عشان كده النهارده كان تركيز فخامه الرئيس في جزء منه على الشخصيه المصريه والهويه المصريه والبعد الـ 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 الثقافي عندنا. احنا لازم نطوره ولازم نروح لما هو ابعد من في الفترات الجايه. نعم. عشان نقدر نروح له، لان عمر ما مصر هتبقى قادره الا باولادها، وان اولادها قد التحدي فعلا. يعني انا عايز اقول ايه، علينا جميعا اليوم كمصريين نحن مدعوين ان نكون جنودا في معركه التحدي في الوصول لمصر القادره. الجزء الثاني حضرتك اللي انا عايز اوضحه، وهي ضرب مثالا رائعا وحقيقيا على الراي والراي الاخر. نعم. يعني نحن نسمع من كثيرا من المعارضين وكثيرا ممن يدعوا بحريه الراي والتعبير، لم نجد منهم مثالا للتطبيق العملي على حريه الراي والتعبير. النهارده كان هناك مثال واضح لحريه الراي والتعبير، بدليل ان سياده الرئيس دعا قال احنا عايزين المرات الجايه يكون عندنا مجموعه من الشباب موجودين. نعم. يعرضونا حتى يزعقوا لنا عشان نسمعهم وناخد وندي معاهم. في دعوته للحوار الديني دعا ليس فقط المسلمين والمسيحيين، ولكن دعا ايضا حتى من لا يعتقدون بوجود الله الى وجودهم. ده بيدي برضه انه 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 اللي بيقبل الحوار هذه شخصيه قويه، ولا يوجد ما يخفيه اطلاقا. اللي بيخاف من الحوار بيستخبى منه، ده اللي ما هواش قوي ولا عارف هو بيعمل. طيب دكتور عصام، لو نتحدث عن امر اخر متعلق بتفعيل لجان العفو الرئاسيه وبدايه العهد الجديد الذي بداه السيد الرئيس عندما جاء الى الحكم، وان الكل في مصر متساوي امام القانون وامام الدستور. تم البناء على هذا الامر وتم بناء الشخصيه المصريه واعاده صياغه الشخصيه المصريه. لو تاذن لي ان اسالك عن ما هو الدور المنوط بالأحزاب المصرية، كافة الأحزاب السياسية المشاركة في العملية السياسية وأيضا في الحوار الوطني القائم حاليا؟ خلينا يعني نشتغل على اللي موجود في ايدينا دلوقتي وهو الحوار الوطني. نعم. كأحزاب سياسية علينا أن يكون عندنا بينا وبين بعض صدر رحم، وأن احنا نعتبر كلنا زي ما بقول حتى الجنود، وأن الحوار الوطني ده فرصة هائلة على الأقل نطلع منها كيف نتحاور، نطلع منها إن إحنا لما بنختلف الرأي والرأي الآخر عمرنا ما هنبقى أعداء إطلاقًا، كل حد حر في آرائه، لكن لازم برضه ونحن نتحاور وأنا بطرح آرائي تبقى آرائي فيها عنصرين مهمين، أولًا تبقى خالصة للوطن، نمرة اتنين إنها تبقى مبنية على المعرفة الحقيقية للأمور، لأنه أنا حضرتك ما أقدرش آخد قرار صح إلا أن يكون عندي معلومات كاملة وافية، ومن ضمن المعلومات دي لازم حين أضع اقتراحا مثلا في مجال اقتصادي حتى أو مجال تعليمي أن أنا أكون عارف إيه القدرات والإمكانيات اللي موجودة عندي عشان أقدر أن أنا أدي حلول عملية مش أحلام أو أشياء واهية يعني. ده المرحلة الأولى. المرحلة الثانية الأحزاب السياسية بقى دورها ايه؟ انها اكاديميه، والدور الحقيقي المنوط للاحزاب السياسيه ان تقوم بدورها الحقيقي الان، وهي ان تكون اكاديميه لتخريج وتعليم وتدريس الشباب واخراج كوادر سياسيه واخراج كوادر رجال دوله. ده دورنا الحقيقي اللي احنا لازم نبتدي نشتغل عليه جامد علشان نوصل ان احنا نكون جزء بسيط جدا في بناء الوطن الجديد. كل الشكر والتقدير الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، شكرا جزيلا لك.